تستمر الأعمال على تأهيل خط قطار الفلوجة الرمادي بواقع 63 كيلو مترا، فيما يؤكد مختصون أن المسافة المتبقية هي 11 كيلو مترا فقط للانتهاء من تأهيله. حقيقة عدينا خطط استراتيجية لإعادة القطار إلى إلى محافظة الأنبار. بدأنا بالخطوة الأولى عادة القطار إلى مدينة الفلوجة. حقيقة كانت صعوبات جدا كبيرة لكن احنا عملنا على عادة القطار بكل الوسائل وبكل الأشكال الآن نعيد بالقطار إلى مدينة الرمادي وصلنا مراحل إنجاز ما يقارب 98% حقيقة مدينة الرمادي سترى النور بعودة القطار بأيام قليلة إن شاء الله مواطنون يناشدون المعنيين للإسراع في إنجاز سكة القطار الفلوجة الرمادي إذ سيساهم بشكل كبير في تخفيف صعوبات التنقل بين القضائي نطالب بيعات لأنه, أول شيء لأنه يساعد المواطن على نقل البضائع من مكان إلى مكان أو تخفيف الأبع. يعني أقل كروة السنة إذا تريد تنقل بضاعة مثلا من الحدود للداخل المركزي يعني المحافظة فيراد لك فد 150 عدد نثريات بالطريق اما بالقطار راح تكون اخف و سيكون يكون اسهل للمواطن. طبعا احنا كمواطنين محافظه الانبار اليوم نطالب باعاده تشكيل محطات القطار وعادة القطار من محافظه الانبار الى محافظه بغداد والمحافظات الاخرى، طبعا القطار اذا راح يتم عادته طبعا راح يخدم حتى الطلبه اليوم في محافظه الانبار وقضاء الرمادي عندما يذهبون الى بغداد. راح يكون طبعا خطهم الناقل هو الذهاب واياب هو عن طريق القطار وباسعار مناسبه راح تخدم هذه الشريحه. بعدما كانت كومه انقاض ومكان معزول على انظار اهالي المدينه، يبدا اليوم عهد جديد لقطار الرمادي ليكون الوسيله الناقله لسكان المدينه. من الانبار مصطفى مهند واني نيوز.